أسئلة الجمهور. يلا جاهزين. يلا يلا أنا حبدأ. في سؤال يقول: هل في عمل كوميدي حيجمعكم مع بعض؟ كوميدي؟ لا عمل كوميدي. طب أكشن؟ في أكشن؟ طيب الناس بيسألوا أوكي. الناس بيسألوا إلهام هل حيشوفوك قريب إن شاء الله يعني بأعمال جديدة مع خالد أمين وشجون الهاجري ليالي دهراب والنجم الكبير الكوميدي ناصر القصبي؟ ناصر القصبي، شوفي كل هذولي زملائي اشتغلت معاهم وإن شاء الله تجمعنا أعمال، ليش لا؟ هو لما يطرح قصة يكون مرشحين أسماء، بس ناصر القصبي شوفي أنا من الفنانات المحبوبات اللي اشتغلت مع عمالقة الفن الخليجي كله إلا الفنان الوحيد ناصر القصبي اللي إن شاء الله أتمنى عمل يجمعني وياه إن شاء الله. إن شاء الله. طيب الصراحة يعني أسئلة الجمهور كتير، بس إحنا اكتفينا بدول لأن عندنا تحدي حلو ونفسنا نلعبه معك، وهو تحدي الأزواج. جاهزين؟ زين شلون يعني؟ هقول لك في التحدي ده تكتشفوا معنا مين منكم يعرف التاني أكتر، تمام؟ أوكي شلون؟ من خلال أسئلة. المطلوب منكم أن أنتوا الاثنين تغمضوا عينيكم كده، وبعد كده هنسألكم السؤال، كل واحد يا إما هيشاور على نفسه أو هيشاور على شريكه. يلا نغمض عينينا. أنتوا الاثنين غمضوا عينيكم كده وهنسألكم الأسئلة. أيوة كده بالظبط. يلا السؤال الأول، غمض عينك بإيد واحدة عشان تشاور بإيد التانية، صح؟ يلا يلا يلا. السؤال الأول يقول: مين فيكم رومانسي أكثر؟ أوكي. طيب السؤال الثاني: مين عصبي أكثر؟ أنت شنو صار؟ لازم تشلين عليك أو أنا؟ أشعت عليك خلاص. أنت منو؟ طب مين فيكم اجتماعي وبيحب الخروجات أكثر؟ لا زين. مين اجتماعي وبيحب الخروجات أكثر؟ اوكي الو. مين فيكم ينام اسرع؟ طيب مين فيكم ياخذ وقت اكثر عشان يتجهز؟ اوكي اوف متفقين الى الان. مين فيكم مزاجه بيكون سيء لما بيصحى الصبح؟ اوكي. مين فيكم يمسك الجوال اكثر؟ طيب مين يغار على الثاني أكثر؟ هلو. مين عنيد أكثر؟ أوكي. إذا اختلفت في مرة مين اللي يبادر أول؟ نص نص.